هنصور المهام فين؟ نعم، هنصور المهام؟ هنصور المهام؟ المهام، عايزين مهام. اي ايوه سي اه يا سير، اه يا انا من المهام، ما فيش مشكلة. هي لسه المهام لسه نازلة النهاردة، المهام بتاع الوزارة لسه نازلة النهاردة. تمام، لسه المدرسة هتحدد، كل مدرسة هتحدد مهمة واحدة بس من الثمانية اللي موجودين. تمام، فما نستعجلش، احنا عندنا الانجليزي يوم ايه ان شاء الله؟ ثلاث. طب تمام، قدامنا فرصة اهوت لحد الثلاث، نحاول طبعا الاجزاء اللي موجودة اساسا يعني كمهمات كلها موضوعات من اللي احنا اخدناها في كونكت قبل كده. هنبدأ نشوف النهاردة جزئية كونكت في يونت 10، الجزئية الثانية اللي كنا واقفين عندها قبل ما نمتحن. مديني هنا في الدرس الثاني انسايد السيلفون، مديني تركيب التليفون الموبايل اللي هو الموبايل المحمول، هو فيه ايه جواه، الميتالز اللي هو بيتكون منها عبارة عن ايه بالظبط. فهنا مديني حاجة اسمها بريشس ميتالز، معناها معادن نفيسة يعني غالية جدا، ومديني حاجة اسمها اكسبنسيف ميتالز اللي هي معادن غالية. هنا لما اقول بريشس ميتالز اللي هي السيلفر والجولد، السيلفر والجولد الفضه والذهب، اما بالنسبه للاكسبنسيف حاجات تانية غاليه برضه واسمها ميتالز اللي هو الكبر وكمان الالومنيوم. بعد كده مديني هنا هوت الرير ايرث ميتالز، رير ايرث ميتالز معادن ارضيه نادره ايضا بتدخل في تكوين الموبايل، زي هي اللي بتساعدني طبعا هنا على ان الموبايل بتاعي يعمل لايتنج اب او بينور يعني، وكمان بيعمل الفايبريشن بتاعه او فايبريت بمعنى بيهتز. مديني حاجه اسمها اذر اليمنتس، عناصر اخرى زي البلاستيك او الجلاس او السيليكا. هاجي هنا هوت للجزء الاول عندي في الكلمات، مديني كلوث، سربرايزد، اكسلنت، بارت، اكسبنسيف، different type electricity will different deep important ground life. بالنسبه لتصريفات الافعال مديني link ولينكد، function وfunction، مديني mix mixed، conduct وconducted، vibrate وvibrated، light up والماضي منها lit up، come came find found no new give gave. بالنسبه للdefinitions التعريفات اللي عندي، يعني ايه سيلفون؟ يعني ايه سيلفون؟ يقول لي كان يوز ات تو توك تو يور فريندز، بنستخدم الجهاز ده هوت عشان نتكلم مع اصدقائنا، او تو سيرش انفورميشن او احنا بنبحث عن معلومات، اند تو واتش فيديوز وكمان لمشاهده الفيديوهات، ده من خلال السيلفون بتاعنا اللي هو الموبايل. كونكت قلنا بمعنى يوصل، فلما اقول هنا تو لينك تو اور مور ثينجز توجذر، كوني بوصل حاجتين مع بعض او اكتر من حاجه مع بعض، يبقى انا بعمل لهم كونكشن، عمليه اتصال. بريشس قلنا بمعنى نفيس او غالي جدا، وين سمثينج از فيري اكسبنسيف، يبقى كلمه بريشس معناها هنا فيري اكسبنسيف. بيور بيور فورم، كلمه بيور بس معناها نقي، بيور فورم يعني مكون نقي او الشكل النقي. Something that isn't mixed with other materials، حاجة مش مخلوطة بعناصر أخرى أو بمواد أخرى، بسميها بيور يعني صافي أو نقي. رير معناها نادر يعني مش موجود منه كتير. When you can't find something often، لما إحنا مش بنقدر نلاقي الحاجة دهيت بنسميها رير بمعنى نادر أو قليل الوجود. بعض حروف الجر المهمة اللي عندي مديني ميكسد ويز معناها مختلط بي، اكسلنت فور ممتاز لي، ديب اندر ذا جراوند تحت قاع الارض، كونكت اند فانكشن ويل معناها بيتصل او بيوصل وبيشتغل كويس، بارت اوف جزء من، رير ايرث ميتالز اللي هي معادن ارضية نفيسة او نادرة، هنا نادرة، بريشس ميتالز اللي هي المعادن النفيسة، ان ابيور فورم بشكل نقي او بشكل صافي. تعالوا نشوف القطعة اللي بتتكلم عن الميتالز ونعرف احنا عندنا كام نوع من الميتالز مطلوب مننا معرفتهم. والميتالز ان اسيلفون او سيلفونز، المعادن اللي موجودة في الموبايل. واللي did you know we use around 70 different metals in cell phones، احنا بنستخدم حوالي اكتر من 70 نوع من المعادن موجودة داخل السيلفون، اكتر من 70 نوع موجود في السيلفون في الموبايل. نعم نعم
many people are very surprised. هنفتح كتاب كونكت ولا كونكت بلس؟ كونكت حبيبي بلس خلاص الله يرحم بلس خلاص. هنفتح كونكت يا يوسف. حاضر. صفحة كام؟ 182. حاضر. كونكت بلس خلاص خلصناه شغلنا كله دلوقتي في كونكت. Many people are very surprised. ناس كتيرة بتتفاجئ طبعا when they learn this. لما بيعرف ان الموبايل بتاعه فيه أكثر من 70 نوع مختلف من الميتالز. So let's learn more about the metals. تعالوا نتعلم عن المعادن دهيت in your cell phone اللي موجودة في الموبايل بتاعك. We can find two different types. يبقى أنا عندي كم نوع هنا من الميتالز؟ Two different types of metals. نوعين مختلفين in the phones موجودة في الموبايل بتاعك. Precious metals, precious metals اللي هي المعادن النفيسة like مثل الجولد اند سيلفر. يبقى بعرف ان الجولد والسيلفر ده بسميه precious metals, precious metals. And rare earth metals, rare earth metals اللي هي بنسميها معادن أرضية هنا نادرة. النوع الأول اللي هو precious metals. We use gold and silver. بنستخدم الجولد اللي هو الذهب والسيلفر الفضة because they are excellent for conducting electricity لأنهم موصلين جيدين للكهرباء. Other metals عناصر تانية أو معادن تانية you can find نقدر نلاقيها which are less expensive بتكون أقل غلوا زي الكبر اللي هو النحاس and aluminium والألومنيوم. All these metals كل هذه المعادن help the different parts of the cell phone to connect بتساعد طبعا أجزاء التليفون إن هي تتصل and function وتشتغل well بطريقة جيدة. يبقى أول نوع عندي كان الـ precious metals اللي هي بتحتوي على نوعين أو أهم نوعين منهم كأمثلة اللي هو بنسميه gold والسيلفر. أما بالنسبة للـ rare earth metals المعادن الأرضية النادرة all we also use rare earth metals in cell phones. You can find them all over the world. موجودة في كل أنحاء العالم. Deep in the ground. أسفل الأرض أو تحت الأرض. They are called. بيسموهم rare earth. Rare earth يعني أرض نادر. ليه بيسموهم الاسم ده؟ Because you don't find them in pure form. لأن أنت مش بتجدهم in pure form في شكل نقي. يعني ما بتكونش المادة الخام بتاعتهم لوحدها. لا مختلطة بحاجات تانية كتير. They are mixed يعني مختلطة with other metals بمعادن أخرى. Rare earth metals are very important. هي مهمة to the cell phone. To مهمة أيضا للموبايل. إيه وجه أهميتها أو ليه هي مهمة؟ They make the cell phone light up. هي اللي بتخلي التليفون light up يضيء and vibrate وكمان يهتز. They give life. يبقى هنا اللايتنج اب والفايبريشن ده هو اللي جيف لايف بيدي حياه تو ذا سيلفون للموبايل او للتليفون المحمول. اذر اليمنتس عناصر اخرى بقول there are other elements in cell phones. يوجد عناصر اخرى طبعا في التليفون هو مش عباره عن الميتالز وبس. امال في ايه تاني؟ قال لي لايك جلاس زي الازاز بلاستيك والبلاستيك اند سيليكا. But the most important parts are the metals. طبعا الميتالز اللي موجودة في الموبايل هي الأكثر أهمية which come from deep under the ground اللي هي بتجينا من قاع الأرض أو من تحت باطن الأرض. ده بالنسبة للقطع اللي عندي النهاردة. مديني بعد كده حتة خاصة بجزئية الماس. جزئية الماس اللي عندي مديني هنا الشكلين دول الخط ده والخط ده التو لاينز دول بسميهم بارالل. يعني ايه بارالل؟ يعني متوازيين. يعني ايه خطوط متوازية؟ يعني ما بيتقابلوش مع بعض، ما فيش بينهم تقاطع، ما بيتقابلوش مع بعض. تمام. يبقى كلمة بارالل لاينز الخطوط المتوازية. بيقول لي two or more lines ممكن خطين او اكتر من خط which are next to each other بيكونوا جنب بعض they never meet وعمرهم ما بيتقابلوش مع بعض بالشكل ده كده. لا دول اسمهم parallel lines اللي هي خطوط متوازية. اما النوع الثاني بيقول لي هنا perpendicular lines اللي هي خطوط متعامدة. الخطوط المتعامدة
من الممكن ان هم يتقابلوا مع بعض، وبيتقابلوا مع بعض هنا عشان يكونوا لي انجل، زاويه اللي بنسميها رايت انجل، الزاويه القائمه ده هي. تمام. Our lines which meet بيتقابلوا مع بعض at a 90 degree angle، في زاويه قائمه قياسها 90 درجه. دي اسمها perpendicular اللي هي خطوط متعامده. اما البارالل خطوط متوازيه they never meet، عمرهم ما بيتقابلوا. مش عارف اذا كنتوا خدتوها في الماس ولا لسه، ولكن احنا بناخد عنها فكره بس، بنعرف الاسمين بارالل يعني متوازي، اما perpendicular هنا بمعنى متعامد. هنيجي هنا لجزئيه صح وغلط على القطعه. بقول we use 70 different metals in cell phones، الكلام ده ترو ولا فولس حسب ما قرينا؟ ترو. نمبر 2 there are 3 types، في 3 types of metals. فولس. الكلام ده طبعا فولس، خطا. gold and silver، الجولد والسيلفر are precious metals، بنسميهم precious. ايوه طبعا الاثنين دولت هم اهم نوعين عندي في البريشس ميتالز، المعادن النفيسه. مديني بعد كده القطعه اللي احنا لسه قاريينها حالا وعليها اسئله تاني. نمبر 1 في الاختياري بقول جولد اند سيلفر ار نوت فور كوندكتنج الكتريستي، بقول هنا ار اكسلنت، ار اكسلنت يعني موصل جيد للكهرباء، ار اكسلنت. نمبر 2 يو كان فايند رير ايرث ميتالز، المعادن النادره ديت بنلاقيها فين؟ in the ground. deep deep in the ground. deep in the ground في باطن الارض. number 3 why do we use gold and silver in cell phones، ليه بنستخدم الجولد والسيلفر؟ اشمعنى؟ اهميتهم ايه؟ cell because they اهميتهم ايه؟ because they are excellent conducting electricity، لانهم ممتازين في التوصيل للكهرباء، لانهم موصل جيد للكهرباء. تمام. يبقى لو جبناها من فوق من القطعه اهوت اهو، هقول because في اول سطر، في اول سطر بيقول we use gold and silver in cell phone because they are excellent for conducting electricity. تمام. number 4 what do R هنا rare earth metals make، شيل الارض هيت، شيل الارض ديت هنا، make for the cell phones. what do rare earth metals make for the cell phones، المعادن دي بتعمل ايه للسيلفون؟ ها rare earth metals they make the cell phone light up and vibrate. تمام. هي اللي بتخلي التليفون لايت اب، يضيء وكمان فايبريت، بيهتز، بتعمل له ايه؟ هكتب دي كمان معاها يا محمد، they give life to the cell phone، هي اللي بتدي حياه للسيلفون، they give life to the cell phone. تمام. ده بالنسبه لاهميه الرير ايرث ميتالز. الاختيارات اللي عندي على الكلمات gold and silver are metals، بريشيوس ميتالز، بريشيوس ميتال يعني بريشيوس قلنا نفيس، غالي جدا، بريشيوس ميتالز. نمبر 2 ذا بريشيوس ميتالز هيلب ذا سيل فون تو كونكت ويل، تو كونكت ويل. نمبر 3 يو دونت فايند رير ايرث ميتال ان ا فورم، العناصر دي قلنا ما بنلاقيهاش pure form، ما بتكونش نقية، ما بتكونش لوحدها، أمال بتبقى إيه؟ mixed with other metals، بتكون مختلطة بعناصر تانية، يبقى عمرنا ما بنلاقيها pure. number 4 the rare earth metals make the cell phone، هي اللي بتخلي التليفون ده إيه؟ vibrate ضمن الحاجات اللي عندي. number 5 the precious metals help the parts of the cell phone to not well function انها تشتغل، function انها تشتغل كويس. number 6 the rare earth metals make the phone، هي اللي بتخلي التليفون up light up يضيء light up. number 7 مين في دولة and aluminium are expensive metals،
كوبر كوبر طبعا اند الومنيوم نحاس وكمان الالومنيوم بنعتبرهم عناصر غاليه. نمبر 8 من في دولة از نوت ا ميتال ليس ميتال سيل سيل اديني ده ميتال وده ميتال يبقى سيليكا. نمبر 9 من في دولة لاينز نيفر ميت نيفر ميت ما بيتقابلوش بارل اللي هي البارلل يبقى لو تحن فيه الجزئيه ديت بتاع الماس هيقول لي اختار زي ما هي قدامنا كده اسمها بارلل لاينز الخطوط المتوازيه نيفر ميت لا تتقابل ما بيدخلوش في بعض ما بيتقابلوش مع بعض. ان في دولة لاينز ميت ات 90 ديجري بيربنديكولر اللي هي الخطوط المتعامده بيربنديكولر خطوط متعامده. بعد كده بيقول لي اسيل فون تعريف التليفون المحمول ايه هو يو توك يور فريندز الاجابه دي يبقى نمبر 1 هكتب دي. نمبر 2 بريشس معناها نوت ميك بريشس very expensive غالي جدا غالي جدا يبقى سي يا محمد تمام very expensive. كلمة بيور بيور معناها نقي you can defend لا بيور بيور معناها نقي يعني مختلط بحاجات تانية هنا not mixed with other material not mixed with other material لما يبقى الحاجة بيور يعني مش مختلطة بحاجة تانية. نمبر 4 رير You can't find it. مش بنلاقيه رير نادر نادر ندور عليه مش لاقيينه يبقى you can't find it. بالنسبة لي أكمل مديني كبر and aluminium are metals. من في دولة لاين never meet لسه حلينها فوق اللي هي parallel lions parallel lions never meet نقط lions meet at a 90 degree perpendicular اللي هي الخطوط المتعامدة بيتقابلوا عند 90 درجة. آخر جملة عندي we can find the glass وإيه and silica inside our phones ما عادش عندي غير بلاستيك. بعد كده بيقول لي اتكلم عن الميتالز اللي موجوده في السيلفون ومديني بريشس ورير ايرث وبيور وفايبريت ولايت اب يعني عايزنا اكتب باراجراف زي القطعه اللي احنا لسه قاريينها. هاجي بعد كده مديني هنا بانكتويشن ويوز سيلفونز تو توك تو بيبل هقول له دبليو كابيتال بدايه الجمله وفي نهايه الجمله بنحط الفول ستوب. اكمل القطعه ده معاك في الهوم ورك هو والدرس ده عشان نكمل الدرس التاني كمان تمام كده تمام. هات لي من اول جزئيه did you know the first call from a cell phone اول مكالمه اتعملت من موبايل محمول او من تليفون محمول was made in 1973 اتعملت سنه 73 we check our cell phones about 150 times a day بيقول لي معلومه خاصه لنا احنا دلوقتي في العصر بتاعنا وتشيك اور سيل فونز يعني بنبص على الموبايلات بتاعتنا about 150 times a day اكتر من 150 مره يوميا. Do you think this is healthy شايف ان ده حاجه صحيه؟ طبعا كوني تشيك يور فون 150 times كونك بتبص على الموبايل 150 مره في اليوم اشوف رساله جات لي لا ده صوره جات لي ده بتاع جالي الحاجات دي كلها ده طبعا وارد وبيحصل هذه الايام. ديني بعد كده ديجيتال فوت برينتس ديجيتال فوت برينتس اللي هي بنسميها البصمه الرقميه البصمه الرقميه احنا واخدناها في الاي سي اخدناها طيب يا مسهل الحال الحمد لله. ديجيتال فوت برينت بصمه رقميه مديني هنا سيف اونلاين معناها امن على النت بروفايل قلنا الصوره اللي هي بنسميها بتاعتنا صوره جانبيه مديني بوزيتيف اللي هي ايجابي سوشيال ميديا وسائل التواصل زي ما خدناها في البلس ويب سايت كرييت لينك بيرسونال رود مديني بعد كده ابلود وابلودد تايب تايب بوست بوستد ريسيرش فور ريسيرش فور
log into و logged into, click on و clicked on, leave left, send sent, put هي نفسها put, choose for chose, show showed, we مديني make الماضي منها made, go online معناها بدخل على النت, on the internet معناها على النت, do activities بيقوم بعمل أنشطة, do activities يبقى قبل activities هستخدم الفعل do, post messages بيرسل رسالة أو رسائل, leave a footprint بيترك بصمة أو أثر, leave a footprint, send an email to بيبعت إيميل إلى, put on معناها يضع على, share with يشارك مع, give advice بيقدم نصيحة, discuss with يناقش مع. تعالوا نشوف حكاية الفوتبرينتس ديت ايه. بيقول لي what is a digital footprint, ايه هي البصمة الرقمية دي. يبقى عندي كلمة footprint جاي من كلمة foot اللي هو قدم, وprint معناها طبعة او اثر او بصمة, digital معناها رقمي. يبقى لما اقول what is a digital footprint, ايه هي البصمة الرقمية. يقول when we go online, when we go online لما بنتصل بالنت, we leave a footprint بنترك بصمة أو أثر لوجودنا أثناء مدة معينة على النت, people can see everything we do, الناس تقدر تشوف الحاجة اللي احنا عملناها on the internet, this is called our digital footprint, ده بنسميه digital footprint أو البصمة أو الأثر الرقمي بتاعنا. When we go online, we type, لما بندخل على النت we type, بنكتب, click on links أو بنضغط, click on مهمة, click on بننقر على أو بنضغط على link على رابط, like our friends photos, ممكن ندخل على الصور بتاعت أصحابنا, and post our own message أو إن إحنا بنبعت الرسائل بتاعتنا, and photos والصور. While we do these activities, لما بنمارس مثل هذه الأنشطة, يعني لما بندخل على النت, we leave a road, بنترك road, طريق, from our digital footprint, يعني خطوات لنا سايبينها على النت, people can see that road, الناس تقدر تشوف الطريق بتاعنا ده كويس. بقول هنا, I sent an email to my grandma, بعت إيميل لجدتي, I played a game online, ولعبت كمان game online, لعبت لعبة online متصلة بالنت with my friend in Cairo. I put some photos of me, حطيت صور ليا on social media. I researched for my homework, بحثت أو عملت بحث عن الواجبات بتاعتي on my tablet. I looked into, دخلت some websites, بعض المواقع with my password, بالباسورد بتاعتي. I uploaded a video, يعني أنا رفعت عن نت فيديو. I looked at photos, بصيت على صور to help me choose a color for my bedroom. كل الحاجات دي إحنا ممكن نعملها وبنعملها يومياً بدون أي حاجة, وبنطلع ونقول خلاص إحنا كده قفلنا النت والدنيا تمام التمام. لا, الكلام ده أنا بطلع, ولكن ده كله بيبقى متسجل وموجود على النت, ده كله موجود على النت, وده اللي احنا بنسميه our digital footprint, our digital footprint. بدي طبعا research for, يبحث عن, go online, look at, this is called, ده بنسميه on the internet, قبل النت عامة بستخدم on, make sure, يتأكد, choose for, بيختار لي. بديني هنا how to create a positive digital footprint, وديني دي طبعا الفوتبرنتس عملها لي طبعا بصورة قدم علشان تثبت في دماغنا شوية, الفوتبرينتس اللي هي أثار أقدام ولكنها ديجيتال يعني رقمية, يعني احنا مش بندخل نمشي في النت, ولكن هو بيصورها لنا بالشكل ده عشان يقول ان احنا بنسيب البصمات دهيت على النت بعد استخدامنا للنت. بينصحني هنا بيقول لي ازاي انا اسيب بوزيتيف ديجيتال فوتبرينت, ازاي اسيب اثر قدم ولكنه بوزيتيف يعني ايجابي, حاجه كويسه, حاجه كويسه. طيب مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا ابقى بوزيتيف ايجابي. يعني ايه ايجابي؟ بقول ميك شور اونلاين انفورميشن اباوت يور سيلف از بوزيتيف, ونتاكد ان المعلومه اللي انت بتكتبها عن نفسك ايجابيه, يعني حاجه كويسه مش نيجاتيف, مش وحشه.
بروتكت الحماية أو بحمي. بيقول لي هنا don't bully and don't be a bully. don't bully لا تتنمر على حد، ما تدخلش تشتم في زميلك في كومنت ولا حاجة. and don't be a bully ولا تكن متنمرا. تمام، لا تكن متنمرا. البروفايل بتاعك، الصورة بتاعتك اللي انت بتنزلها على الصفحة بتاعتك، use a profile picture that doesn't show your face. بيقول لي هنا استخدم البروفايل بيكتشر، الصورة بتاعت البروفايل بتاعتك that doesn't show your face، اللي مش بتبين الوجه بتاعك، لا تظهر وجهك، لا تظهر وجهك. كلنا طبعا بسم الله ما شاء الله لو حطينا بنحط الصورة، واهم حاجة الفيس يكون موجود. باجي بعد كده للبرايفاسي اللي هي الخصوصية، برايفاسي الخصوصية بتاعتك. don't share your password، ما تشيرش او ما تشاركش الباسورد اللي هي كلمة المرور بتاعتك and personal information والمعلومات الشخصية الخاصة بيك، ما تشيرهاش. ديت don't share، ديت مش للشير. I can share information، بشارك معلومات، ولكن مش بشارك الباسورد بتاعتي ولا البيرسونال انفورميشن بتاعتي اللي هي معلوماتي او بياناتي الشخصيه. دي كلها حاجات بنسميها تو بي بوزيتيف ديجيتال فوت برينت. دي نيبرز اللي هم الجيران، ريستورانت مطعم، ان هابي او ان هيلسي هنا ان هيلسي غير صحي، بروبلم مشكله، هوم ورك واجبات، ابارتمنت شقه، ماتر موضوع او امر زي ما اقول وات ذا ماتر ما المشكله، children أطفال really after friends together. بالنسبة لتصريفات الأفعال مديني stop stopped agree agreed thank you thanked decide decided meet met no new give gave leave left at the restaurant في المطعم do homework بيعمل واجبات go outside بيخرج decide to يقرر أنه بيجي لي بعدها مصدر play with بيلعب مع أو يلعب بي have fun يستمتع play together بيلعب سويا at the end of في نهاية what is the matter what is the matter ما المشكلة أو ماذا بك that's a lovely idea فكرة رائعة أو فكرة جميلة. تعالوا نشوف how to neighbors help each other، إزاي اتنين من الجيران ساعدوا بعضهم البعض. how to neighbors help each other، تعالوا نشوف الحدوتة والحكاية بتاعتهم إيه. هدير met her neighbor رانيا، هدير قابلت صديقتها، met طبعا هنا جملة ماضي من meet، قابلت جارتها اللي هي رانيا at the restaurant في المطعم. رانيا was sad، رانيا كانت حزينة. هدير بتسألها بتقول لها what is the matter ما المشكلة، مالك، في ايه اللي عندك اللي مزعلك، what is the matter بقولها طبعا للشخص اللي قدامي خاصة اذا كان شكله مش مبسوط. my friend what the matter my friend ما مشكلتك يا صديقتي. راني أنصرد قالت لها it's my children Nancy بنت نانسي and نادر ونادر they love playing computer games they love اتفقنا love ولايك ing they love playing computer games بيحبوا يلعبوا ألعاب الكمبيوتر they don't do their homework عايزين يلعبوا بس طول النهار زيكم كده عايزين يلعبوا بس they don't like أو they don't do their homework مش عايزين يعملوا واجباتهم they don't go outside وكمان مش عايزين يخرجوا قاعدين في طول اليوم في البيت بالموبايلات بتاعتهم على الجيمز I don't know what to do مش عارفة أعمل لهم إيه يا هدير. هدير said yes it's a problem بالفعل دي مشكلة. طارق my son طارق ابني is the same طارق نفس الشكل أو نفس العملية هو زيهم He often plays computer games بيلعب هو كمان ألعاب الكمبيوتر دي That's really unhealthy بالفعل الألعاب دهيت بنعتبرها unhealthy غير صحية. Children should stop playing Children should stop ينبغي عليهم إنهم يتوقفوا playing after one hour بعد ساعة يعني مسموح لهم بساعة لعب بعد كده لا كتير. They should do other things ينبغي إنهم يعملوا حاجات تانية They should play with their friends يلعبوا مع الأصدقاء اطلع العب مع صديقك ما فيش مشكلة. They should go to the park وينبغي عليهم انهم يخرجوا يشموا هوا يروحوا البارك مثلا. رانيا said yes I agree أيوة بالفعل أنا موافقك الرأي. يبقى we shouldn't play computer games for more than one hour
ما ينفعش نلعب لأكتر من ساعة في اليوم. We should go to the parks. أيوة. We should play with our friends. نلعب مع أصحابنا. هادير سيد بتقول لها let's find the games where they can play with friends. تعال نشوف ألعاب ممكن يلعبوها مع الفريندز مع أصحابهم. طارق would love. طارق ممكن يحب to play more with نادر. طارق ممكن يلعب مع نادر. Can نادر come to our apartment. ممكن نادر ابنك يجي our apartment يجي عندنا الشقة بتاعتنا. They can play together and have fun. ممكن هما الاثنين يستطيعوا انهم يلعبوا مع بعض ويستمتعوا. رانيا said that's a lovely idea. Lovely idea فكرة جيدة جميلة. And they can go to the park. ويقدروا كمان هما الاثنين go to the park يروحوا البارك together. Thank you هدير. أشكرك يا هدير. يبقى عرفنا المشكلة how two neighbors help each other. الاثنين طبعا هنا بيحاولوا يحلوا مشكلات بعض. مديني ملحوظة هنا بيقولي you can add an. ممكن نكتب ال UN دهية بنكتبها قبل بعض الكلمات أو الصفات خاصة علشان أكون الأوبزيت منها عشان أكون عكسها. تاني ال UN فاكرين لما كنا بنزود ال RE في أول الكلمات لما كنت بقول use reuse paint repaint read reread write rewrite ال R اللي كانت بتعني again النهاردة مديني ال UN بنضيفها في بداية الكلمات عشان أجيب ال opposite أجيب عكس الكلمة. فعندي مثلا healthy عكسها unhealthy happy unhealthy unhappy kind unhappy unkind. تمام. ده بالنسبة للدرس الثاني. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نكمل الاكسرسايز ده. يلا بقول I sent an email to my grandma. I played a online game. I played a game. هو انا بلاي ايه هلعب ايه game. I played a game online with my friend in Cairo. I noted some photos. I noted some photos of me on social. I put يعني وضعت حطيت. I put some photos of me صور ليا on social media على وسائل التواصل. I looked into some websites دخلت بعض المواقع with my password. I uploaded a وكمان رفعت video. Uploaded هنا رفعت طلع حطيت على النت يعني زي انا ما بعمل لكم كده الفيديو بعد الحصة وانزله على اليوتيوب يبقى انا كده upload video يعني برفع لكم فيديو هنا uploaded a video. Uploaded a video. بعد كده مديني جزئيات rearrange على الجزئية اللي شفناها هقدر اقول له I researched my home for my homework my tablet. I researched for my homework on my tablet. دورت على الواجبات على التابلت بتاعي. Don't share your personal information. What is the matter? What? Children should playing computer games after 1 hour. Stop. Should stop. يجب أن يمتنعوا يتوقفوا عن. I have a my children don't do their homework. يبقى أنا عندي كده إيه. Problem. I have a problem. I have a problem. أنا problem. عندي مشكلة. Problem. أنا عندي مشكلة. Stop. Number three, when we go online, لما بندخل على النت, we leave, بنترك, بنسيب ورانا. Footprint. A footprint. Footprint. We leave a footprint, مش fingerprint, a footprint. Footprint. Number four, I'll a color for my bedroom from these photos. اسمها I'll choose. Choose from. وانا بعد will مصدر. I'll choose. هاو هختار أو سوف أختار. Make sure online information about yourself is. اتأكد إن معلوماتك
اتاكد ان معلوماتك عن نفسك انت هناوت بوزيتيف سبنسيف ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا طبعا بوزيتيف، تكون بوزيتيف بس خلاص ايجابيه، تكون ايجابيه. بعد كده بيقول لي ماتش، لو قلنا في نمبر 1 ديجيتال فوت برنت، تعرفها ايه عندنا الديجيتال فوت برنت؟ هل هي doesn't face ولا to my ولا don't ولا is everything we do on the internet؟ الديجيتال فوت برنت هي كل حاجه انت بتعملها على النت، كل حاجه انت بتعملها على النت متسجله، متسجله. نمبر 2 I uploaded، يعني انا رفعت فيديو، انا نزلت فيديو، رفعت فيديو على السوشيال ميديا. I send an email. Send to my friend. To my friend. Send to. Send to. Use a profile picture. استخدم صورة البروفايل بتاعتك. That doesn't show your face. That doesn't show your face. اللي هي مش بتبين وجهك فيها. Don't bully. لا تتنمر. And don't be a bully. Don't bully. لا تتنمر. And don't be a bully. ولا تكن متنمرا. ده بالنسبة للجزء الجديد اللي عندي النهاردة. اديني بعد كده بقية الاكسرسايز، هيكون معانا برضو في الهوم وورك. تمام 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 تمام. ناخد اخر حتة دي كمان عشان ننجز. لا يا سير والنبي سير. لا دي كانت موجودة، كانت موجودة عندنا، كانت موجودة عندنا في البلس، البروز والكونز، البروز والكونز اللي هي المميزات وعيوب او الادفانتج والديس ادفانتج. يبقى مدين البروز اللي هي مزايا وكونز اللي هي عيوب. سكرين قلنا شاشة، ريزون سبب او مبرر، بيرنس الوالدين، تيم فريق، برايز بمعنى جايزة، اوبينيون رأي، تو ماتش كتير جدا، ليفلت معناها هنا منشور او كتيب صغير، هيدنج اللي هي بمعنى عنوان رئيسي، بوسترز اللي هي ملصقات، بوستر صورة كبيرة او ملصق كبير. بعد كده مديني حروف الجر زي جود فور، باد فور سيء او ضار لي، سبيند اورز اون بيقضي ساعات على، توك تو يتحدث معاه، هيلثي فور مفيد او صحي لي، سولف بروبلمز بيحل مشكلات، ات ذا اند في النهايه، فايند برايز بيجد جائزه، نيد تو ان ماي اوبينيون، ان ماي اوبينيون، فايند اوت، تيل اباوت، ميك فريندز اون ذا اذر هاند. هنكتفي بالجزء ده مع جزئيتين اللي اخذناهم في الهوم ورك، ونجهز للحصه اللي جايه نقفل اليونت بالامتحان اللي عليها ان شاء الله. تمام.